تسلي كايل هارت، هيدي هي اللي عم بحكي عنها. دوين وين جاكسون بياخذ تسديد ثلاثي بسجل دي جي، النتيجه عم تتعادل. التايم اوت اللي طلبه فضل خطيب كمان عم يعمل ستيل، بروح على السله فضل خطيب يعمل فيك بسجل. جون عاصم بيطلع الطابه لبرا، اوفر شوت لميغيل مارتينيز. جاد ومش دفاع المنطقه، فضل خطيب تسديدته ثلاثي. يا خطيب يا خطيب يا خطيب، بنزل الطابه تحت السله لكايل هارت ملك الانسايد جيم. ثنائي الدفاع بفريق الشانفيل، هيدي فاست بريك جديده. جون عاصي تفوق عددي بالفاست بريك، تمريره وعلي حيدر ما راح يضيع هيك محاوله. كايل هارت عمل كمان الريباوند، وكريس كروفورد شو هالفينش الحلو يا كريس يا كروفورد عند الفريق البيروتي. دي ماريو كروز كمان نديم بسدد على الار. كريس عم يمرر، لا ما معقول قد حلو سالتك يا كايل يا هانت. كروفورد كريس كروفورد بيخترق بمرر العاصي بسدد على الارك. لا يا عاصي عم يعمل اوفنسيف ريباوند غالي وغالي جدا، والتسديده من نقطتين لكريس كروفورد. دوين بياخذ التسديده، لا يا دوين لا يا جاكسون، والمباراه عم تنتهي بنتيجه 77-68.